السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما في قناتكم كالعادة، دائما مع أخبار وجديد المنتخب الوطني الجزائري وجديد الفاف، جديد المدرب. لقينا عدة أسئلة، هل تم الفصل صراحة في المدرب اللي راح يجي للمنتخب الوطني الجزائري؟ كما على بالكم الأمر الآن حصر ما بين اثنين، بيسيرو وبيتكوفيتش. ما هي آخر الأخبار؟ هل ما عنونت موقع كورة العالمي أنه بيسيرو سيواصل رسميا مع الاتحاد النيجيري، وما عنونت أيضا مواقع إماراتية أيضا بخصوص بيتكوفيتش أنه وصلوا عرض من الاتحاد الصيني؟ ما معنى كل هذا؟ هل الجزائر متجهة إلى نفق؟ هل ما زال على بناش وش رح صاري؟ أنه ابتداء من 3 مارس يجب إرسال الدعوات إلى اللاعبين من أجل حضور 3 مباريات ودية أو دورة ودية أمام 3 منتخبات، لا بأس بها، فرصة للتدارك باش نافونسو شوية في ترتيب الفيفا، لأنه صراحة رانا في المرتبة 43 لا تبشر بالخير، خصوصا إذا بقينا في هذه المرتبة أو زد خسرنا نقاط، فبالتالي أنا راح نكون في المستوى الثاني في كأس إفريقيا، فبالتالي ممكن جدا نطيحوا مع المغرب أو نيجيريا جنوب إفريقيا، ونحن لا نريد يعني بداية صعيبة في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، لأنه صراحة لو نفوز بكأس إفريقيا في المغرب راح تكون تاريخية بمعنى الكلمة. لذلك نرجو أنه نمشوا حبة حبة، الخطأ ممنوع والباقي على الله. على كل حال تعليقاتكم نبدأ نجاوبها حبة بحبة. قناة التعليقات تقول: أليس الاتحاد الصيني قبل باش نعرفوا في هذا الفيديو، حنقول لكم كامل المستجدات مع بيسيرو ومع بيتكوفيتش واش داروا من الاتحادية الجزائرية، ووقتاش تعلن الاتحادية الجزائرية عن اسم المدرب القادم. يعني ليس 100%، لكن دائما أقول أخبار من هنا ومن هناك. على كل حال نبدأ ونجاوبوا على التعليقات نتاعكم بخصوص بيسيرو، أليس بيسيرو أو نبدأ بيتكوفيتش، لأنه آخر مواضيع كانت أنه الاتحاد الصيني لكرة القدم راسل بيتكوفيتش وطلب خدماته وعرض عليه مبالغ كبيرة. هل هذا يعني أنه بيتكوفيتش نديروا له يعني كروالوج ما راحش يجي للمنتخب الجزائري؟ نقول لك أنه الإجابة كالتالي: حسب الاتحاد الصيني لكرة القدم قال أنه رسميا تعاقدنا مع مدرب آخر وليس بيتكوفيتش. بيتكوفيتش ما تفهموش معاه، لأنه المنتخب الصيني صراحة كما احنا نقولوا يعاني كثيرا، ومش كما المنتخب الجزائري عنده نجوم، يعني الموهبة كاين، لاعبين كاينين، فقط الخلطة السحرية، التكتيك المناسب، الخطة المناسب، وبإمكان أنك تنجح وبإمكان أنك ما تنجحش. لكن أمام منتخب صيني يعني أكو على بالكم يعني المنتخب ما يهتمش كثيرا يعني بالأجواء العالمية وكرة القدم وما شابه ذلك، عكس المنتخب الجزائري بلد شغوف، لاعبين كاينين، منافسات محترمة. لأنه نقارنوا كأس إفريقيا وكأس آسيا، في نظري أنه كأس إفريقيا عندها جماهير أكثر من كأس آسيا. على كل حال هذا موضوع شوية خارج عن الإطار، لكن بخصوص بيتكوفيتش الآن واش دار؟ راسل الاتحاد الجزائري بالموافقة التامة عن كل العروض اللي قدمها وليد صادي. من قبل كانوا بعض التحفظات على بعض البنود، الفاف درستهم، عودت رسلت إلى بيتكوفيتش. بيتكوفيتش الآن عنده الموافقة التامة صراحة مع المنتخب الوطني الجزائري. يعني الآن بيتكوفيتش ما كان حتى فصل، بيتكوفيتش راسل الاتحادية الجزائرية كرة القدم بالموافقة. إذن فقط دعوة من الفاف للمجيء إلى الجزائر، ترسيم العقد، تقديم إلى وسائل الإعلام. هذا فيما يخص بيتكوفيتش. الاتحاد الصيني خلاص تعاقد مع مدرب آخر رسميا، الآن بيتكوفيتش ما عنده حتى حاجة سوى أنه أرسل موافقة إلى الفاف. الآن جوزو إلى جوزي بيسيرو اللي هو مدرب منتخب نيجيريا، وصل إلى النهائي، وش كاين وش ما كاش الجديد مع هذا المدرب؟ بعد أخذ ورد أخذ ورد، صح طولت شوية الحالة، لكن حسب مناجير هذا المدرب ومحاميه أنه راسل الفاف رسميا، راسل الفاف رسميا صباحة اليوم، وأخبرهم أنه موافق 100% على كامل العروض اللي قدمها وليد صادي، قابل بالشروط وقابل بالأموال. يعني نفسه يعني في كما دار بيتكوفيتش دار جوزيف بيسيرو، الآن الفاف عندها الموافقة التامة من فلاديمير بيتكوفيتش ومع جوزي بيسيرو لتولي العريضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. هذه آخر المعلومات خوتي، ما رانيش نقول لكم رأيي
ومن من يعني نقول لك معلومات راني نورك بها. على كل حال واش قال الان الكره اين؟ الكره راهي في مرمى الفاف، في مرمى وليد صادق. قبل ما نقول لكم وقتاش تعلن الفاف على المدرب الجديد حسب اخر الاخبار، ممكن جدا تتغير التاريخ، لكن قبل ممكن إنسان يطرح سؤال، شكون اللي خير ما بين بيتكوفيتش وجوزي بيسيرو؟ أنا صراحة أحبذ بيتكوفيتش. لماذا؟ لأنه قاد منتخب سويسرا إلى صراحة إلى أو كان معهم لمدة 13 سنة، يعني لعب معهم مونديالين وبالإضافة إلى كأسي أمم أوروبا، يعني عنده خبرة في كأس العالم، وهدفنا هو أن نروح بعيد في كأس العالم بالإضافة إلى كأس إفريقيا. كأس إفريقيا راح تكون في المغرب، يعني ما راح تكون أجواء حارة كما في أدغال إفريقيا، يعني الفرصة مناسبة لبيتكوفيتش باش يحقق نتيجة إيجابية بإذن الله تعالى، ماشي ليه للمنتخب الوطني الجزائري، لأنه المغرب طقس بارد كما الجزائر، ومن بعد عندنا كأس أمم أوروبا كأس إف العالم أيضا، راح يعني راح يبقى دائما ميحش روحه في أدغال إفريقيا، راح يفيت ذيك المنتخبات والسخانة والعرق، خصوصا أنه المغرب ما راحش تلعب بزاف يعني على الساعة الثانية، حتى لو لعبتنا على الساعة الثانية أجواء يعني باردة ما توصلش الرطوبة 80% عفوا درجة الحرارة 50 ولا 40 درجة. على كل حال جوزي بيسيرو على ما نحبوش، اما ماشي من نحبوش كشخصه، لكن الطريقة اللي يلعب بها هي الطريقة كلاسيكية، يعني ما يلعب بخطة واقعية، عنده تشكيلة في راسه، هذيك هي الصح ما تتبدلش يعني، وهذا في المنتخب الجزائري ما يصلحش، لانه احنا اللاعبين تاعنا راكم على بالكم، مره يلعب مره ما يلعبش، ولذلك نحوسوا احنا مدرب لما ما تمشيلكش ب 4 3 3 تلعب ب 3 5 2 تلعب ب 4 4 2، لكن بيسيرو لا، عنده خطه دفاعيه محضه، هذيك هي ما يغير والو، مع داخل ديار خارج ديار، هذا ما لمحته انا شخصيا واستنتجته انا شخصيا مع منتخب نيجيريا، يدفع فقط باوسيمين وشويه على الاجنحه، لكن تشوف بيسيرو مع منتخب سويسرا حسب تحليلي الشخصي تشوف عدة خطط وتشوف تغييرات، صح راسك يحبس لما تشوف تغيير مدافع بمهاجم، لما تشوف تغيير مهاجم بجناح أيمن، ثم ناحية وسط ميدان دفاعي يدخل مدافع، يعني تشوف أنه عنده قراءات كثيرة، وهذا وشي والم في المنتخب الوطني الجزائري، أنه كل لاعبين متغيري المناصب في شكل تكويري، شرقي بربي جاوليس، محمد الأمين عمورة، فارس شيبي، اسماعيل بن ناصر، حسام عوار، كلهم تشكيلة شابة بالإضافة لرأي الآيات نوري. أما عطال على بالي بلي راح يكون علامة استفهام، لأنه لا أظن أنه مدرب القادم راح يعتمد عليه في ظل هذا السقوط. هل راح يبدأ التغيير في أول مباراة؟ لا أظن المباراة الأولى مستحيل راح يغير كامل اللاعبين، لكن ابتداء من كأس أمم إفريقيا راح تشوف لاعبين جدد ويبدأ التغيير بالأقل. الآن وقتاش يعلن صراحة وليد صادي رئيس الفاف عن المدرب الجديد؟ أغلب الظن راح تكون يوم الخميس بإذن الله تعالى، خصوصا إذا ما كان الاختيار على بيسيرو. لماذا؟ لأنه بيسيرو العقد نتاعو يخلص لو 28، والإعلان أكيد راح يكون لو 29، ما يقدرش يعلن يعني على مدرب ومازالو يعني عقد يربطه مع منتخب نيجيريا. الآن كحوصلة الاسمين اللي راهم المرشحين لتدريب المنتخب الجزائري جوزي بيسيرو و فلاديمير بيتكوفيتش، هذوما اخر الاسماء، هذوما اخر المعلومات. شاركونا برايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.